بهذه الهتافات عبر المتظاهرون في بغداد عن غضبهم من اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله صفاء غالي، حيث يتكرر مشهد سطوة الميليشيات التي تغتال الكلمة الحرة في عراق لم يعد يطيق صبرا للخلاص. حكمك يا عادل باطل، قتلك يا أحمد باطل، قتلك صفاء. يعني هاي العالم ليش مستهدفه؟ يعني لأنه تنقل الصوت الحقيقي والصورة الحقيقية. في شيء بالعراق يعني بلخص حرية الصحافة مهددة دائما مهددة بالقتل وبالقمع. يعني عبالك إذا يحاسبون مو على أباك واحد قاعد ينصر صورة ولا عباك واحد قاعد يوصل صوت، عباك يحاسبون كنا واحد إرهابي. نستنكر العمل الغادر الجبان الذي طال شهداء الصحافة الشهيد المصور صفاء والإعلام الحر محمد في قناة دجلة، وتعرف دائما ثمن الكلمة بالعراق دماء. بدم الشباب يا خايب من الغصور. أمام هذا الوضع بات الصحفيون في العراق في مرمى رصاص ميليشيات الأحزاب الموالية لإيران التي تريد إطفاء جذوة التظاهرات بأي ثمن، في وقت لا تزال الحكومة في بغداد صامتة تتستر على جرائم الميليشيات وتتذرع برواية الطرف الثالث الذي بات مفضوحا للعالم أجمع. لازلنا نقتل، وبالتالي عملية تصفيتنا مستمرة من قبل هذه الجماعات المسلحة. لا نأمل سوى أننا سنكون الرقم التالي في عداد المقتولين أو المغدورين، وبالتالي دمنا أيضا ضايع، لا تحقيق ولا وصول إلى نتائج التحقيق. الجريمة الكبرى التي تمثلت باغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور الشهيد المصور قناة دجلة صفاء، وهي يعني بطبيعة الحال هي مكملة لسلسلة اغتيالات طالت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والناشطين منذ بدء الاحتجاجات بتشرين الأول الماضي. إلى متى يعني 600 700 800 شهيد 1000 شهيد؟ إلى متى سيأتي اليوم بأن يعيد العراق ثقته بنفسه والشعب ستكون له الحرية الكاملة بالتعبير عن رأيه؟ قد تستغرق سنة أو سنتين، لكن بالتالي سينتهي الظلم آجلا أم آجلا. ويبقى صوت الحقيقة في العراق كما يقول المتظاهرون باقيا قويا رغم محاولات إسكاته من قبل الطبقة السياسية التي تصر على اختطاف البلاد بالحديد والنار، في معادلة يبدو أن منتفضي تشرين ورواد الكلمة لن يسمحوا لها بالاستمرار ولو كان ثمنها حياتهم لاسترداد وطنهم.